كابتن أسامة، في البداية مبروك التصدر. شوط أبدع فيه النادي الأهلي، الشوط الثاني من أفضل أشواط النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، والنتيجة لا تدل على سير مباراة مطلقة. نتيجة غير عادلة. صحيح. النهارده الأهلي بيلعب خارج ملعبه. النهارده خلينا نتكلم بقى على الإيجابيات الأول. تلعب خارج ملعبك في الجولة الثانية النهارده بعد التعادل، اللي كلنا زعلانين عليه، كان الأهلي يستحق واللعيبة تستحق النهارده إن احنا نفوز بعد الأداء وكم الفرص والأداء الرائع اللي عمله النادي الأهلي، لكن بخطأ بسيط رجع تعادل يانج مرة ثانية. لكن انت النهارده بتتصدر باربع نقاط، مظبوط، لسه عندك الجوله الثالثه على ملعبك والاستاد يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله في المتناول. النادي الاهلي ان شاء الله في ملعبه ان شاء الله يتصدر ويفرق في الجوله دي. لكن النهارده لما احنا بنتكلم عن اداء الشوط الثاني، الاهلي عامله النهارده اكثر من رائع اللاعبين، لازم نشيد بكولر. كولر اللي كنا الفتره اللي فاتت بننتقده بسبب التغييرات المتاخره، النهارده فاجئنا كلنا بتغيير امام عاشور بمحمد مجدي قفشه بدايه الشوط الثاني، واحنا كلنا هنا اجمعنا بين الشوطين امام عاشور محتاج ينزل يلعب الدور اللي بيلعبه قفشه مجدي قفشه علشان يجمع لعبه ويبدا يشتغل من تحت. صحيح. فاجئنا بالتغييره دي. فالنهارده بعد ما كان المباراه اللي فاتت بغير في الدقيقه 80، لا ده النهارده استغل التغييرات من بدري اللي نشطت الفرقه وعملت الفارق. مظبوط. من بدايه الشوط الثاني لدرجه اول 10 دقائق كنا عاملين نقول لازم الاهلي يخطف دلوقتي عشان نخلص على المباراه. تغييراته في الدقيقه 70 برضه تغييرات بدري، ما استناش للدقيقه 80، لا 70 برضه بعد تغيير مجدي قفشه نزل مين؟ طاهر مكان كهربا. نشط الناحيه الهجوميه، بدات يانج عايز يضغط من قدام، بدا في مساحات طاهر بدا يشتغل. طاهر ادى اداء جيد بصراحه. نفس الكلام كريم فؤاد مكان حسين الشحات، عنده السرعات واستغل الكلام ده وراح النهارده بفرص. وعمرو السوليه اللي هو عودته مهمه جدا مكان مروان عطيه اللي كان مجبر النهارده. خلي بالك النهارده الراجل لو مروان عطيه ما خدش انذار كان كمل المباراه جنب ديانج، وكنت هتحس بالامان اكتر في الحته الدفاعيه. لكن كان مجبر عشان عنده انذار، ممكن في لعبه ثانيه انذار ثاني تلعب ناس تدخل في مشكله، فهو تجاوز الحته دي فنزل عمرو السوليه. فالنهارده التغييرات هي اللي خلت الشكل النهارده بتاع النادي الاهلي اداء رائع. كولر يحسب له النهارده، غير بين الشوطين وغير في الدقيقه 70، وطبعا خالد عبد الفتاح يعني تغيير اضطراري مكان ياسر ابراهيم الاصابه. لكن كان لازم يبقى فيه بقى ايه التفاصيل الصغيره اللي احنا بنتكلم عنها. بس ياسر ورامي قدموا مباراه جيده النهارده. شفت مورينيو لما بيجي مثلا في مباراه بيكسب فيها بتلاقيه راح عمل سبرنت بسرعه، جاب لعيب من من اللي بيسخنه عشان ينزل، ان هو ده التوقيت. مزبوط. التوقيت ان انا كسبت بيرسي تاو خلاص البطاريه فضيت. لازم النهارده ممكن ازوق خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين واقفل الجبهه دي. صح. تماما وخلاص واقفل الدنيا، هي دي اللي فرقت. لكن كان النادي الاهلي ممكن برغم التغييره دي لو ما اتعملتش كان ممكن اللعيبه تطلع وتكسب 2 و3. بس هو الكابتن عادل قال لك حاجه في الملعب كان لازم تحصل من اللعيبه في الملعب. انت بعد 1-0 حققت الهدف. طبعا حققت الهدف. انت خلاص انت كلاعب وانت اللي راكب الجيه خلاص نهدي الريتم. يا شباب ما ينفعش مدرب من بره يدي تعليماته ان نص الملعب بتاعك ده يقف وقفه، ودي ما يبقاش فيه رد. انا لقيت فرقتي كلها رايحه اجيب الجون الثاني، فين الفريق؟ محتاجه مدرب بقى النهارده. انت كم الخبرات اللي موجوده عندك كلاعب ولعبت ومريت بتجارب زي دي. النهارده بيرسي تاو انا كسبت، اكيد الفرقه الثانيه هتضغط. طب لازم ارجع واقف في مكاني، اخد نفسي في مكاني، اضيق المسافات، ابدا اشتغل والعب على المساحات اللي في ظهرهم. اسف يا اسامه معلش، محمد هاني ده انا ما اشوفوش ثاني بيعدي خط النص. لازم في 2 ارتكاز دول ارجع ديانج ده يقف في الحته دي. ما فيش الكلام، انت بتعمل خلاص فريزن يعني حققت الهدف خلاص، بتتلج المباراه خلاص. ابتدت المباراه بقت ملكك انت. مظبوط. بس وهم كمان بدنيا زي ما قال صح، مش قادرين من اول 45 دقيقه. خلي بالك النهارده انت لاعب مباراه من 48 ساعه، انت بتلعب من اول دقيقه الاولى ان شاء الله بدنيا سفر، انت بدنيا وانت اللي راكب الشوط الثاني، انت الفرص، انت الاستحواذ، انت كل شيء. التغييرات النهارده اثمرت في المباراه. صح. خلت شكل النادي الاهلي شكل افضل. يعني النهارده يعني تعادل غير مستحق بصراحة. يعني عشان كده احنا زعلنا انك انت كنت ممكن تكسب. صحيح. 1 و2 و3. صحيح. ودي بقى شخصيه البطل، انك انت بالاداء الرائع ده وتلعب خارج ملعبك. صحيح. انك تتصدر بطريقه مريحه جدا. لكن النهارده حته الفرص بقى. مزبوط. في مباريات زي النهارده فيها فرص كتير، فهتلاقي كريم فؤاد بيروح بانفراد من نص الملعب
يعني بيهدروا فيها رعونه شويه. طاهر محمد طاهر الكره اللي جات له كان ممكن، وانا طبعا ما بيلعبش مهاجم، فالنهارده اتوظف في الحته دي اجت فيها بشكل كبير. بس عايز اقول لك ده انا من ضمن الاسئله والله بشكل كبير كاتب لي حتى ما فكرني اسالك على توظيف طاهر في مركز راس الحرب. طاهر يعني لما بيلعب طرف يمين وطرف شمال هو طاهر عنده لعيب عنده سرعات بيحب المساحه، دايما اللعيب اللي عنده سرعات انت ما تزنوش في الخط عشان الخط دايما محتاج محدود اكتر. مزبوط. اما انت لما في قلب الملعب لا هو متحرك بيروح يمين يروح شمال، عنده قوه بدنيه، قوه بدنيه بالظبط. الكره اللي عملها في قلب الملعب وقطعها ولعبها لكريم فؤاد، والكره الثانيه الاول ما نزل عملها لعلي معلول، لا طاهر محمد واحد راح بيها انفراد. الحته دي لو تم توظيفه واشتغل في المكان ده ممكن يعني يبقى في مباريات كبيره اضافه في الحته دي يقدر يحللك في المنطقه دي. لكن حته اهدار الفرص، اهدار الفرص في مباريات في افريقيا ممكن تلاقي هي مباراه الفرصه الواحده. مباراه الفرصه الواحده دي ما ينفعش. ده احنا قلنا ايه قبل الماتش؟ قلنا ايه؟ انصاف الفرص طبعا. احنا جات لنا 8 فرص حقيقيه. هيا يا كابتن معلش، ده مش الشوط الاول. ممكن نقول حاجه على طاهر بعد اذنكم؟ اتفضل. انا متخيل طاهر محمد طاهر لعيب بلا واجبات من وجهه نظري. ما تديلوش واجبات كتير. طاهر محمد طاهر لعيب سترايكر يلعب في الحته الاماميه، حته انك انت بيقف طرف يمين وبيرجع يدافع وبعدين يهاجم. انا في رايي لو استغليته في حته الراس حربه هيعمل لك حاجه كويسه. هو نجح فيها لو فاكر فين؟ كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه صح. فاول مباراه بطل المكسيك. بطل المكسيك كان افضل واحد في الملعب. مظبوط. طاهر محمد طاهر يمتلك السرعه، يمتلك القوه، يمتلك مهاره الفروي ومتحرك. اتمنى وجسمه قوي. اتمنى ان طاهر محمد طاهر لو توظف راس حربه هيحل لنا مشكله الراس حربه باذن الله رب العالمين الفتره دي ان شاء الله.